أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. وفاة الطفل محمد الإسماعيل متأثرا بإصابته جراء القصف المدفعي من قوات الأسد وروسيا على قرية معربليد جنوبية إدلب أمس الثلاثاء وفق الدفاع المدني السوري. قوات الأسد تستهدف بقذائف المدفعية بلدتي الموزرة وبريف إدلب الجنوبي ومحيط معارة النعسان شمالي إدلب. إصابة 5 عناصر من قصد بهجوم مسلح شنه مجهولون على السيارة العسكرية في منطقة السعدة الجنوبية الحسكة. الجيش الوطني السوري يصد محاولة تسلل لقسد على محور أناب بريف عفرين شمالي حلب. الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق ما لا يقل عن 197 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي بينهم 11 طفلا وثلاث سيدات في تموز 2023. الدفاع المدني السوري يحذر المجتمع الدولي من الرضوخ لشروط سلطة الأسد حول إدخال المساعدات إلى شمال سوريا وتحويل الملف الإنساني إلى ابتزاز سياسي.